في إطار المجهودات الأمنية للتصدي للأفعال الإجرامية التي تستهدف الأشخاص وممتلكاتهم بما في ذلك السياح الأجانب، تمكنت عناصر فرقة الشرطة السياحية التابعة لولاية أمن فاس مساء الجمعة 5 أبريل الجاري من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية في الأشرطة السياحية بدون رخصة، وذلك للاشتباه في تورطهما في واقعة ابتزاز سائحين من أوروبا الشرقية في مبلغ 40 أورو عند رفض الضحية عرضهما في تقديم خدمات الإرشاد بالممرات السياحية، وذلك تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض. وكانت مصالح الشرطة قد رصدت مقطع فيديو يظهر فيه المشبه فيهما، حيث باشرت مجموعة من التحريات الميدانية التي مكنت من تحديد هويتهما وتوقيفهما وحجز المبلغ المالي بحوزتهما، وقد تم وضع المشبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه الواقعة. ويأتي توقيف المشبه فيهما في سياق تفاعل مصالح الأمن الوطني مع جميع الشكايات والوشايات وتبليغ عن أفعال إجرامية سواء تلك الواردة بشكل مباشر على مصالح الشرطة أو المنشورات في مختلف وسائل الإعلام.